أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن مؤسسة البترول الكويتية تستعد يوم الثلاثاء لشحن مليوني برميل من النفط الخام إلى مصفات فيتنام لتزويدها بالكميات المطلوبة لعمليات التشغيل. وأضاف المرزوق أن مصفات فيتنام تعتبر من المشاريع الحيوية التي تنفذها شركة البترول الكويتية العالمية في الخارج، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات لتحقيق العائدات المرجوة، مشيرا إلى أنها مصممة لتكرير النفط الخام الكويتي بطاقة تكريرية تصل إلى 200 ألف برميل يومياً.